Hello everyone, welcome back to part 2 of Summoning of Everyman. In the last lecture, we talked about the major character. He is named Everyman. And we said that Everyman is facing a problem of death. And he's trying to find anyone who can accompany him on the journey to death. إذن بالمحاضرة السابقة تحدثنا عن شخصية Everyman وقلنا أنه هاي الشخصية راح تواجه مشكلة الموت. اللي هي حقيقة الموت. إذن يحاول هسه إنه يحصل على من يرافقه، أوكي؟ إذن يحاول أن يجد له خلينا نقول رفيق حتى يخفف عنا مسألة الحكم الأخير. So in the last lecture we said that fellowship, kindred, and cousin have left him. إذن قلنا بالمحاضرة السابقة إنه هاي الشخصيات الثلاثة fellowship, kindred, and cousin عفوا. اللي قلناهم عبارة عن الأصدقاء والأهل، هذول عفوا نهائيا، أوكي، وقالوا we cannot come with you on the journey. هسه Everyman بالنتيجة he's alone and he's lamenting the fact that people cannot be depended upon. إذن هو يقول الناس لا أستطيع الاعتماد عليهم في أوقات السوء أو في أوقات مثل أوقات الموت، أوكي. So I cannot depend on people. Let's delete people and I'm gonna think of someone else. So he calls a new character and his name is Goods. إذن راح يتوجه إلى شخصية اللي هي ما تمثل إنسان وإنما تمثل أشياء. Okay? اللي اسمها شخصية Goods. هذه الشخصية شو تمثل؟ تمثل money, gold, silver, anything that is valuable. Okay? The valuable but the temporary things. إذن يتوجه إلى هاي الشخصية اللي هي عبارة عن أي شيء ثمين اللي نمتلكه إحنا خلال الحياة مثل الأموال، الذهب، الفضة، أي شيء ثمين أسميه goods. إذن يتوجه إلى شخصية goods اللي هي تمثل الأشياء الثمينة. He calls him and goods tells him that he can help every man with his journey. إذن goods يقول okay, you have a journey, I will come with you. بما أنه وافق, Everyman explains to Goods all the details of his journey. إذن بدأ Everyman يشرح له كل تفاصيل الرحلة. And he hopes that Goods can help him make his book of reckoning look better because Goods includes money. إذن ديقول له أنا كتابي اللي مكتوب بي أفعالي وأعمالي السيئة والجيدة يقول مظهرة أو محتويات هذا الكتاب مالتي they are not that good. I hope that you can help me to make it look better. أتمنى أنه تقدر تساعدني حتى شنو؟ حتى الكتاب يكون بهيئة أفضل. Okay? شلون هالشي؟ I wish you to pay money. أتمنى أنه شنو؟ تدفع الأموال حتى يكون كتابي أفضل. حتى يكون هناك أعمال أفضل. بس goods بعد ما افتهم هاي التفاصيل قال no. I will not join you, every man. I will not join you. إذن قال له أنا ما راح أرافقك بهاي الرحلة لأنه صح ممكن الأموال نجينا بالحياة لكن الأموال والأشياء الثمينة لا يمكن أن تنجينا بالموت. Okay? ويقول له بالأساس it is because of your obsession. Okay? بسبب خلينا نقول اهتمامك الشديد الأشياء الثمينة خلال حياتك، إذن هذا هو السبب إنه أنت كتابك غير جيد أو أعمالك غير جيدة. أوكي، إحنا نعرف إنه إحنا لازم نركز على الأموال والأشياء الثمينة فقط، لازم ندعي، لازم نصلي، لازم نقوم بواجبات وأعمال جيدة. أوكي، اللي يركز على الجودز فقط راح يكون إلى خلينا نقول أعمال جيدة قليلة، أوكي، أو تكون مستوى الأعمال الجيدة كلش قليلة وغير مقبولة وغير كافية للدخول إلى الجنة. إذن Goods يقول goodbye, I'm leaving you. And Everyman says, well, you are a traitor. إذن أنت خائن. أوكي، إحنا طول الحياة سوى ستعيفني، so you're a traitor. However, Goods laughs him off and leaves. إذن Goods ما يهمه. إذن يتركه وحده و Everyman وحده بمرة أخرى. Okay. So Everyman is disappointed that Goods had left him. إذن
هسه هو يشعر شنو؟ بحزن شديد، يشعر بالخذلان. He realizes that goods has brought many people to hell and blames himself for believing that goods could help. إذن ديلوم نفسه يقول Why did I trust good؟ ليش أنا كنت أعتقد أنه goods ممكن يساعدني؟ زين، ليش أنا كنت أحب goods خلال الحياة؟ أنا هسه ما رح يفيدني بشي، okay؟ So he blames himself that many people are going to hell because of goods. So he wishes that he had never trusted him. He then decides to go to a new character. Okay, لكن every man may يستسلم وتوجه إلى شخصية جديدة اللي هي good deeds. إذن goods راح، إذن هسه هدي good deeds اللي هي معناها الأعمال الجيدة. هاي الشخصية الجديدة معناها أو تمثل الأعمال الجيدة. So قال أنا راح أستدعي هاي الشخصية، but he has a fear. لكن هو شنو؟ يشعر بخوف معين، لأنه يعرف أنه أعماله ما تتضمن أعمال جيدة هواية. Okay, so he has a fear that this character is too weak to join him. إذن هو خايف أنه هاي الشخصية تكون ضعيفة. Okay, والضعف ما يفيده لأنه ما راح تقدر ترافق everyman بالرحلة. Okay, so anyway he calls her and good deeds enters and she does not need any explanation of this journey. إذن good deeds عندها معرفة سابقة. Okay, إنه everyman راح يواجه الشيء. و good deeds tells him that if he would just have focused in her or on her during his lifetime, his book would have been in better shape. إذن يقول يا everyman، okay good deeds تحاجي everyman تقول بس لو أنت مركز علي خلال الحياة، يعني فقط لو أنت مزيد من أعمالك الجيدة خلال حياتك، كان كتابك أو كتاب الأعمال كان هسه أفضل. It would be in better shape. Good deeds is therefore weak and cannot join him. تقول أنا أعتذر، لا أستطيع مرافقتك لأنه أني شخصية ضعيفة. Okay, I am very weak. So أدي شخصية good deeds هي ضعيفة. ليش؟ لأنه أعمال good deeds أو أعمال everyman هي أعمال قليلة جدا. الأعمال الجيدة هي أعماله، أعمال جيدة لإفرمان هي أعمال قليلة جدا، إذا لا تستطيع هاي الشخصية مرافقته حاليا. However, she declares that she has a sister that might accompany him. إذا تقول بس لا تيأس، أنا عندي شخصية أنصحك بها اللي هي شخصية knowledge. Okay. تقول استدعي knowledge وبلكت هو يقدر يفيدك في شيء. So knowledge يجي and knowledge agrees to join everyman. إذن knowledge يوافق، يقول yes I will come with you. Okay. إذن everyman يريد يضمن نفسه، okay، فراح يستدعي شخصية غير knowledge بعد اللي هي confession. Okay. Knowledge طبعا معناها المعرفة، confession معناها الاعتراف. إذن يجي confession يقول له everyman can you please come with me on my journey. Okay. Confession has also an idea of this journey. إذن هو confession هم عنده معرفة سابقة، ما يحتاج لشرح. يقول I know but you have to do things. Okay. إذن أنت لازم تساعد نفسك حتى تكون برحلة أسهل، أو حتى تكون أو يكون يوم الحكم هو يوم سهل عليك. Okay. So everyman he says please everyman I will give you an option how to comfort yourself. إذن أنا راح أخليك تقوم بأفعال أو بأعمال معينة حتى تكون أو تظهر بهيئة أفضل. Okay. ينصح يقول I hope you can follow Jesus Christ. إذن راح أعطيك مثال عن Jesus Christ. Okay. وأتمنى أن تتبع خطواته. So confession يبدي يسولف يقول Jesus Christ suffered on the cross for mankind and underwent the scourge of penance. إذن يقول السيد المسيح عليه السلام لما كان على قيد الحياة، أوكي، اختار أن شنو؟ يضحي بنفسه، to suffer، يضحي بنفسه وتم صلبه حسب ما الدين المسيح يقول. أوكي. وتم صلبه وقتله. هاي المن سواها؟ سواها لأجل mankind، سواها لأجل البشرية. أوكي. طبعا
سايد نوت طبعاً، خلينا نعطيكم في الملاحظة الجانبية أنه الناس قبل ما يأتي سيد المسيح وقبل لا أن يواجه هذا الواقع، أوكي، كانوا يؤمنون أنه كل البشر هي عبارة عن خطايا، أوكي، يعني الإنسان هو عبارة عن خطايا. ليش يقولون؟ لأنه كلنا من آدم وحواء، وبما أنه آدم وحواء خطأوا إذن كل البشرية خطائي، أوكي. لكن كانوا يؤمنون أنه Jesus Christ هو اللي ساعدهم، He is the Savior، أوكي. إذن من أجل Jesus Christ وضحى من أجل الإنسانية، من أجل الناس، من أجل البشرية، خلينا نقول، أوكي، يؤمنون أنه كل الخطايا تم رفعها، أوكي. إذن Jesus Christ He suffered، عانى ما عاناه، وأيضا تم صلبه on the cross، وأيضا تم ضربه بالسياط، أوكي. إذن هواي أشياء عانى حتى يساعد أو حتى ينقذ البشرية. So يقول له every man، إذا أنت تتابع نفس الخطوات إذن ممكن أنه أنت تنجب نفسك. So if every man should suffer، he says every man should suffer as well just like Jesus. إذن يقول أنت هم لازم تعاني حتى تحصل شيء. وonly then knowledge can help him clear his book of reckoning. يقول أنت لازم تعاني، وفقط في هذه الأحوال knowledge ممكن أن يساعدك. Okay. Every man قال له okay. What can I do? قال له okay. قل لي شنو شلون يعني أتصرف مثل Jesus Christ. Okay. So قال له أنت هم لازم تعاني. فالشغلة الوحيدة اللي جاب باله هو praying to God for forgiveness. إذن قال له أو إذن بدأ every man أن يسأل رب العالمين الغفران، أوكي، أو بدأ بالاستغفار. And he took off his fine clothes. أوكي، إذن شوية بدأ شنو بصياط نفسه، تمام. إذن كأنما بدأ بضرب يديه، بدأ بضرب جسده، أوكي، بالصياط كما فعل Jesus Christ من قبل، أو كما تم فعله بJesus Christ من قبل، أوكي. إذن أيضا بدأ بصوت نفسه وبدأ بالسؤال عن الاستغفار. So استمرت هذه فترة معينة. After a while, Good Deeds is finally strong enough to stand up and declares that she will join every man on his journey. إذن بعد فترة من التعذيب، Good Deeds قالت okay, I'm going to join you again. Okay, I'm strong enough. إذن هاي طبعا السفرينج والتضحية والمعاناة هي عبارة عن شيء جيد، أوكي، إنه الإنسان يريد أن يعاني حتى يحصل الأفضل. إذن هاي المعاناة زادت من قوة Good Deeds وقالت now I am powerful enough to join you on the journey. إذن هسة Good Deeds راح تقدر ترافقه، صارت strong enough بسبب معاناة every man. Okay, every man سمع هالشي. Hearing this, every man starts hurting himself even more to make sure his final destiny will be heaven. إذن بدأ every man بتعذيب نفسه أكثر وأكثر حتى يضمن نفسه أنه يحصل heaven، يحصل الجنة. Knowledge then gives every man the garment of contrition. Okay, إذن هسه بما أنه Good Deed صار من صالحة، إذن knowledge هم هسه بدأ يساعده. قال له I'm gonna tell you something. Okay, knowledge طبعا هو شنو؟ قلنا معناها معرفة. Okay, فهاي المعرفة أو هاي الشخصية المعرفة راح يقول له أقول لك شيء، هاي الملابس اللي أنت لابسها حاليا okay غير مناسبة. أنصحك أنه تلبس the garment of contrition. Okay, إحنا طبعا حتى بالدين الإسلامي عدي لما الإنسان لا سمح الله يتوفى okay ويتم دفنه، شلون يتم دفنه؟ أكيد مو بملابس الاعتيادية، لا، يتم تكفين الشخص ومن ثم يستطيع أن يبدأ رحلته للموت. Okay, so حتى بالدين المسيحي there is a special garment that they should wear to face the day of judgment. إذن يقول حتى يجب عليك أن تستبدل الملابس بشيء مناسب يناسب أو يرضى رب العالمين. So it will help you get rid of your sadness and this clothing will please God and that's why every man does not hesitate to wear these garments. إذن يقول ستشعر بارتياح أكثر عند
عندما تلبس هذه الملابس okay, ستزيل عنك الحزن بعض الشيء. And it also pleases God. Okay, every man يوافق. Yes, he does. He says yes, and he starts wearing these garments or these clothes. So every man has سيشعر بارتياح نوعا ما. يقول yes, I am now ready to go on the path of death. Okay, سيقول أو يعتقد أنه هو مستعد حتى يواجه الموت. So section 4. طبعا هسه منو عندي وياه موجودين؟ عندي knowledge, عندي good deeds, okay, وعندي confession. دي يساعدوا, okay. أكو شخصيات دي يساعدوا بالمعرفة, دي يساعدوا بالاعتراف, دي يساعدوا بيكون شخص أفضل, okay. هذول هسه حاليا موجودين دي يساعدوا. So good deeds راح ترافقه من يدخل القبر, okay. راح تكون أو تساعده حتى يبين أعماله جيدة. knowledge تنطي معرفة معينة حتى يلبس أشياء معينة, يقوم بأفعال معينة. وconfession ده يحاول أنه يخلي every man يعترف بخطايا, okay. بدين المسيح عندنا لما يعترفون بخطاياهم يعتقدون أنه يتم رفع الخطايا أو الأعمال السيئة عنهم, يعني يتم الاستغفار عنها. So every man was ready to go on pilgrimage. Knowledge stops him and tells him that discretion, kindness, beauty, and 5 wits must join him. إذا knowledge هاي المعرفة قام يساعده أكثر, قال له حاول أن هذولا همين تأخذهم وياك, اللي هما الشخصية discretion, kindness, beauty, and 5 wits. Okay, so هاي الشخصيات الأربعة اللي هي discretion اللي هي حرية الرأي, الkindness اللي هي to be nice, okay, يعني شنو؟ الصفة الإيجابية للإنسان to be nice, يكون إنسان لطيف أو لطافة. beauty اللي هي الجمال of course, and 5 wits اللي هي طبعا الحواس الخمسة, okay, which means seeing, listening, touching, okay, these 5, you know them. So he says try to get these to join you, okay, حاول أن تشوف ذولا ممكن يفيدوك أو ما ممكن, okay. So he calls them and each one of them promises to help and support him. إذن يجون هذول الأربع شخصيات الجديدة وكل منهم they promise him to help him. Okay, يوعدوا yes we are gonna help you. Knowledge then tells every man to go to priesthood. Okay, هذول همين قالوا yes we are gonna help, إذن راح يجي أيضا إلى priesthood. Okay, knowledge they نصحه همين شوف هذا الشخصية الخامسة and try to receive the holy sacrament and extreme unction. Okay, so نصحه هاي الشخصيه شخصيه المعرفه, قال له روح والتقي ببريستهود او روح والتقي بشخصيه اسمها الكاهن. اوكي, سو هذا الكاهن راح يساعدك حتى شنو, حتى تقوم بأعمال التطهير أو تطهير الذات, تطهير الروح. Okay, like for example baptism. أكيد شايفين الطفل بالدين المسيحي أول ما ينولد شي يسوون, يغسلوه له بطريقة معينة, okay, حتى ينظف ويتم أو خلينا نقول يتم اعتباره مسيحي من هذه اللحظة. Okay, هاي نسميها هذا الغسل نسميه baptism. Okay, يقول روح لهاي الشخصية خلي يساعدك حتى تقوم بأعمال تطهير الروح وإعلانك كمسيحي وكإنسان نقي, وأيضا حاول أن يساعدك في الحصول على extreme unction اللي هي شنو, the confession of sins before dying. طبعا قلت لكم قبل أنه الإنسان خاصة المسيحي يؤمنون أنه إذا قبل الموت اعترف بخطاياه يتم رفع السوء عنه أو يتم الاستغفار عن هذه الخطايا. سو حاول أن تروح للبريستود حتى همينة يطهر روحك وهمينة حتى تعترف له شنو مسوي بحياتك حتى تزال هذه الخطايا عنك. بعد قام يشرح أكثر نولج, يقول priests help people grow close to God by performing religious rituals. إذا يقول هما
الكهنة هم اللي يساعدونا حتى نكون قريبين من رب العالمين، وهاي شلون يسووها؟ من خلال religious rituals. هاي يسووها من خلال أعمال معينة خاصة اللي هي أعمال دينية. He reveals that God has given priests more power than angels in heaven. Okay? إذن يبين هنا أهمية البريست، يقول أهميتهم أو قوتهم أكبر من قوة الملائكة. تشوفون؟ لأن هم اللي يقربون الناس إلى رب العالمين. إذن every man يقول okay, I'm also going to do that. I'm going to meet priesthood and I'm going to try to make him help me to feel better. Okay? إذن every man راح ويريد يرتقي ببريستهود. So, راح التقى وتم تنقية نفسه وتم الاعتراف بجميع الخطايا. Okay. After he finished the rituals, every man returns or re-enters with a crucifix. Okay. Then بعد أن التقى ببريستهود وتم تطهير وكل شيء، رجع بمن؟ رجع بكروسيفيكس بيده. Okay. رجع ب خلينا نقول صليب بيده. Okay. لازم صليب ودخل. And he says, or he asks his companions to set their hands on the cross and to swear they will join in. Then رجع إلى رفاقه اللي هم قلنا منه discretion, five wits, okay, beauty, kindness. قال لهم أريدكم تخلون إيدكم على الصليب وأن تحلفون to swear that you won't leave me. Sorry. And I want you to swear that you won't leave me or that you will join with me on this journey. Then فعلا strength, discretion, knowledge, okay, كل دولة they told him we will never leave your side. Okay, قالوا من بعد بعض هذول الشخصيات كنا دولة قالوا لن نترك جانبك. We will be with you on this journey. Okay, feeling faint, every man announces that they must enter grave now and sleep. إذن قال okay، بما أنه إحنا كلنا متفقين هي بنا ولنذهب إلى القبر. Let's go to the grave. Grave قبر. إذن هنا beauty طبعا الجمال هنا questions if he is truly going to die here. إذن تعرفون الجمال شي يكون okay، ومن مستوى أنه يكون أو يندثر في قبر. Okay. And then قالت oh, am I gonna die really here? Okay. And then قامت تسأل، وهي الشخصية قامت تسأل إنه هل أنا فعلا هاي نهايتي هنا؟ من every man قال لها yes, beauty leaves. إذن تركته حتى وإن حلفت أو حلف أو هاي الشخصية حلفت إنه yes I will be with you، لكن من شافت هيج ارتبكت وقالت bye I'm not gonna join you. إذن beauty عافت المكان وتركت المكان. So beauty عافت المكان. Okay، هسه طبعا هم واقفين امام القبر. Strength هم ينخاف. Okay، strength is also says well I also want to leave now goodbye. زين every man says well strength you promised me to stay here. Okay. However, strength refuses and leaves. لكن القوة هاي الشخصية طبعاً أيضا موجودة. Strength also says no. I don't want to be here. I don't want to lose my strength. I don't want to die. I also gonna leave with beauty. And then strength هم ماتين تراجع بعد الحلفان. Okay. وقال لا هالشي ما يصرف لي. So bye. I won't join you. This is your journey. Go alone. Discretion هم شوي قال له I'm gonna leave too. زين لأنه أني أعتبر من القوة حرية الرأي هي تعتبر من القوة. إذن أني مثل ما strength عاف المكان أنا همينة I'm also gonna say goodbye. I'm also gonna leave you. Okay، تشوفون الانسحاب. Beauty left. Strength left. Discretion left. Okay. And every man begs discretion, but discretion refuses and exits. لكن كلهم تركوا. Every man laments how they all left when death became serious. إذن يقول هسه من وصلنا القبر قاموا عافوني. Okay. إذن هم شعر باستياء. عندي five wits بقى. Okay. Five wits. He also declares that he will no longer stay with every man and exits. إذن
قلنا 5 would say شنو اللي هي الرؤية، السماع، أوكي، اللمس، حاسة الشم، أوكي، ذن التذوق، ذن الحواس الخمسة حمينا تترك الإنسان، أوكي. Oh, we'll also leave every man. So he says, I'm also gonna leave, goodbye. I'm of no good. أنا ما راح أفيدك، فأني مع السلامة. Okay? So, من اللي بقى؟ Good deeds. Okay? عندي knowledge، قام بمهمته. Confession، قام بمهمته. Okay? بعد ما يقدرون يفيدوا فتشي. اللي فقط بقى واللي يقدر يفيده هو منه؟ Good deeds. So only good deeds is left. Good deed says that he will never leave him, and every man is so grateful. And then, هو بما أنه every man عند على الأقل الأعمال الجيدة أو هاي الشخصية وياه, and then he is grateful. He goes, thank you so much. Thank you that he will be with me forever. Now it is the time to face the destiny of dying. And then هسا بعد هاي هي لازم يدخل إلى القبر ويواجه حقيقة الموت. He realizes that nothing will stay with him except for good deeds. إذن هو سأعرف أنه ما حد يفيده بس منه بس good deeds. Every man disappears into the grave with good deeds, and knowledge shows that every man has suffered something that all of us shall suffer from. إذن دخل القبر مع good deeds. دور الثانيين دخلوا القبر. Okay. وهس المعرفة يبين لنا أنه every man عانى ما نحن سنعانيه. جميعنا سنعاني منه في يوم اللقاء أو اللقاء مع رب العالمين. Okay. So every man who good deeds دخلوا القبر. بعدين أكو angelic music sounds are heard, and an angel appears with every man's book of reckoning to receive the soul as it rises from the grave. إذن بعد دخولهم للقبر هناك موسيقى جميلة وهادئة اللي هي من خلينا نقول كأنما هي صوت ملائكي، ومن ثم تأتي شخصية الأنجل. أوكي، هناك ملك يجي، ملك الموت يأتي ويأخذ روح everyman. أوكي، وتنتهي حياة everyman. So the angel says that because of good deeds has joined everyman, he can go to heaven now. يقول بما أنه أنت مو وحدك، عندك أعمالك وياك، وعندك هاي الشخصية وياك اللي هي عبارة عن أعمالك، إذن تستطيع أن ترافق أو لا تخاف، راح تكون في الجنة. أوكي، سو هنا انتهت المسرحية. إذن المسرحية انتهت نهاية جيدة. ليش؟ لأنه تم التركيز على الأعمال الجيدة، on good deeds. And this is actually a lesson to us as well. Now let's see. The play ends with an epilogue. إذن إحنا أخذنا introduction، أخذنا epilogue. إذن prologue وepilogue. A prologue اللي هي introduction، والepilogue اللي هي النهاية أو الخاتمة. إذن كيف تختم هذه المسرحية؟ يأتي طبيب. Okay, a doctor tells the audience to leave pride, beauty, five worth, strength, discretion. All of these will eventually leave. Okay, يقول للجمهور، يقولهم انتوا بحياتكم لا تركزون على هاي الاشياء اللي ركز عليهن every man. اوكي، اللي هي التكبر، الجمال، الحواس، اوكي، القوه اللي هي اليوم عندكم، الديسكريشن، اوكي، حريه الراي والعناد والى اخره، الاموال، هذني كلهن ما يفيدن، كلهن ذني will leave you. اوكي، من اللي راح يبقى وياك؟ اعمالكم، اعمالكم الجيده اللي راح تبقى، اوكي، واللي راح ترافقك في رحلة، في الرحلة إلى الموت. لكن أيضا ركزوا أنه لا عبالكم أنه هذا يرافقكم هيك، لا، you have to work for it. And if it's small، إذا كانت عدد الأعمال جيدة قليلة ضئيلة، أيضا ما ممكن أنه ينقذكم من جهنم. Okay, it will not save you either. He warns that you cannot compensate being a good person after death. يقول ما ممكن انه انت تصلح من نفسك بعد ان تلتقي انت والموت. اوكي، سوري، يعني بعد الموت لا يمكن اصلاح اي شيء ولا تعطى فرصه ثانيه ابدا. سو بما انه اسعدكم حياتكم، do it. اوكي، be good، be kind to one another. اوكي، do things that are good deeds. Don't focus on your beauty.
أوكي؟ يعني لا تركزون على الجمال وتقضون وقتكم في الجمال والتكبر والقوة أوكي وفرض السيطرة على الناس أوكي؟ لا، ركزوا على القيام بأفعال جيدة. If your good deeds help your book of reckoning, heaven will be his reward. And if it's too small, hell awaits. يعني إذا كانت عدد الأعمال الجيدة لا بأس بها، على الأقل مقبولة، إذن الجنة بالانتظار، وإذا كانت ضئيلة إذن للأسف يكون hell هو الجواب. So هسه عرفنا أو تعلمنا شيء ليش اسمها morality play، لأنه رح نتعلم أو تعلمنا أنه لازم نركز على أعمال جيدة. okay. هذا هو الدرس الأخلاقي اللي ممكن أتعلمه، أنه أكثر شيء لازم تركز عليه هو في حياتك هو شنو؟ هو أعمالك. لازم أعمال تكون جيدة. أوكي؟ غير شيء ما يفيد، ماكو شيء يفيد بعد قضاء الوقت. أوكي؟ بعد أن ينقضي كل الوقت ما عندك غير good deeds اللي ممكن راح يوقف لك. أوكي؟ So I hope that you have enjoyed this lecture, and I hope that you have learned a moral lesson. It's a moral lesson for me, for you, for everyone, okay? It's not only for Christians. We can also learn from it. That's why I chose this play, to learn from it and to remind yourself to do good things and to help others and to be kind and to be nice, okay? Thank you so much for keeping up with me. I hope you've enjoyed and benefited as well, and see you in the next lecture. Thank you. Bye.